السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده درايفنج سيموليتور حكاية للسواقة على جوجل مابس. فأنت ممكن تختار المكان اللي أنت عايزه على جوجل مابس، أي جزء في العالم. تقدر تعمل سيرش على اللوكيشن، واحد مثلا عايز يسوق في ألمانيا كذا كذا كذا، أهو يقدر يلف كده ويقدر من خلال الأسهم إن هو يسوق. يعني نفسه بقى يسوق في أمريكا ولا يسوق في أسوان ولا في أي مكان، يقدر يسوق براحته خالص. بس يعني حاول